النهارده ريكاردو سواريز اسم اتقال انه خلاص اصبح قريب جدا من النادي الاهلي بشكل رسمي، مدرب برتغالي لا يملك سي في كبير، ولكن الكلام اللي قريته النهارده في البرتغال وقريت كلام عنه انه مدرب مبشر، وحتى في البرتغال بيتعاملوا معاه ان هو مدرب واعد جدا وهيبقى من الاسماء الكبيره في البرتغال. رايك فيه؟ بص انا بشوف ان هو اتفق معاك، هو مش مدرب سي في كبير، يعني اغلبيه فتراته كانت في الدرجات الثانيه الدرجات الادنى في جيل فيتسانتي في فريق برتغال، هو فريق متوسط الترتيب ميد تيبل، حقق معاهم المركز الخامس الانجاز الابرز في تاريخه وفي تاريخ النادي. السنه الجايه اذا كمل معاهم، اذا لم يتم يعني تعاقده مع النادي الاهلي، هيلعب في دوري المؤتمر الاوروبي اللي فاز بيه اي اس روما بقياده جوزيه مورينيو، فده اول مره في تاريخ النادي يلعب في بطوله اوروبيه. مدير فني صغير في السن تقريبا 46 سنه او 47 سنه، بالمناسبه قال ان هو مثله الاعلى جوزي مورينيو. طب خلاص ده كده خلاص كده ما ينفعش اعلق عليه يعني. انا بعتقد ان هو مدرب، انا بصراحه مش عايز اقول ان اتفرجت له على 6 7 ماتشات يعني، بس انا شفت لقطات وقريت عنه مقالات يعني لصحفيين برتغاليين كانوا بيرشحوه ان هو يفوز بلقب مدرب العام في الدوري البرتغالي على حساب كونسيساو مدرب بورتو. هو فاز مرتين بجائزة مدرب الشهر. مدرب الشهر. عنده فكره هي ال 4 3 3 هنتكلم فيها ونشرحها. اكلمك على فنيا عنه، ولكن عايز مع جمالك اتكلم عن فكره انه المدرب اللي هياتي ما بعد بيتسو موسيماني اختياره يبقى عامل ازاي؟ موقفه هيبقى عامل ازاي؟ الضغوط اللي عليه عامله ازاي؟ هل هو ده اختيار جيد ما بعد بيتسو موسيماني ولا لا؟ رايك؟ اتفضل. طيب نروح الاول للاختيار. اختيار طبعا بالتبعيه مسؤوليه مجلس اداره النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي خد الريسك في ريني فايلر. مجلس اداره النادي الاهلي خد الريسك في بيتسو موسيماني. صحيح. انا واحد من الناس كنت متخوف جدا من التجربه، قلت انها تجربه جديده، يجي مدرب افريقي والتجربه نجحت، كسب الرهان. هل تنجح معاهم التجربه للمره الثالثه؟ يمكن تجربه فايلر في بدايتها لولا ظروف الكوفيد وطلبوا للرحيل كانت اموره ماشيه بشكل جيد جدا والاداء كان نال استحسان الجميع. فانت بتتكلم على تجربه ريني فايلر مع هذا المجلس كسب الرهان فيها. تجربه بيتسو موسيماني كسب الرهان فيها. هل يكسب الرهان مع ريكاردو سواريز؟ ده سؤال مهم، لكن هو اختيار طبعا ريسكي جدا في هذه الفتره. لما تيجي بص بقى على انعكاسه، سؤالك الثاني على انعكاسه، طبعا هيتعمل مقارنات طبعا لفتره طويله. لفتره طويله، خاصه في ظل تغول السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بقت صعبه جدا جدا جدا، الانتقاد بالماتش وبالشوط وبالتغييره وبتاخير التغيير وتقديم التغيير. بعيد عن كل ده، بعيد عن كل ده، انا شفت النهارده من عدد لا باس به على السوشيال ميديا النهارده يهاجموا، لا بعيد عن المدرب بقى خالص، يهاجمون بدراوه محمد الشناوي. يعني هو في خطا طبعا، بس ده محمد الشناوي. يعني انا افهم انك تنتقد تقول يا جماعه محمد الشناوي ممكن يبقى خطا، بس هجوم حاد، لا هجوم حاد ومطالبات بانه يبقى في حارس يلعب مكانه وهو يقعد شويه وشرط الكابتنه. لا انا شفت كتير بصراحة. كتير جدا مطالبات بسحب، لانه الموقف كان مختلف تماما عن الموقف اللي هم بيشبهوه بتاع عصام الحضري ومباراه 2-2. فبنتكلم القصه دي بقت هذه المبالغات بقى. صحيح. هذه المبالغات بتتكلم على مدير فني، كلنا متفقين انه سي في، خلينا اوصفه يعني زي ما انا شايفه، سي في متواضع. يعني سي في متواضع انه يجي يمسك النادي الاهلي. ولكن كان سي في ريني فايلر ايه؟ صح. مانويل جوزيه. مانويل جوزيه وافضل طبعا، سي في مانويل جوزيه افضل من سواريز، لكن كان سي في مانويل جوزيه ايه قبل ما يجي النادي الاهلي؟ صح. بعد ما مشي من النادي الاهلي كان سي في ايه؟ صح. فالنادي الاهلي، وانا بالعكس صحيح، قال لك مارتن يول سي في عظيم، جوبان فرير، توني اوليفيرا، طبعا مشي، جالك مدرب، بعض المدربين زي بيسيرو زي لاسارتي خرجوا مسكوا منتخبات في امريكا اللاتينيه سواء تشيلي او الاكوادور او فنزويلا، ومشي من هنا راح بورتو، بعدين راح درب في الامارات. طبعا. فاجمالا النادي الاهلي بالمناسبه، والناس ترجع بالذاكره، مين مدرب كان له اسم كبير في العصور الحديثه؟ يعني انه في مدربين كانوا جايين اسماء كبار في السبعينات والثمانينات ونجحوا، لكن في العصور مين مدرب جه اسم كبير في النادي الاهلي ونجح؟ على فكره حتى كارتيرون انا بشوف ان هو وصل اللي هو يوصل نهائي افريقيا بسكواد الاهلي في فترتها نجاح بالنسبه له، وما كانش مدرب برضو اسم كبير، كان جايبينه من وادي دجله ومازيمبي، ف كان محقق في افريقيا
لكن يبقى بس احنا متفقين ان هو الاهلي في الفتره الاخيره مدربين الكبار مش هم. طيب الراجل ده بيشتغل ازاي يا مروان؟ الراجل ده اولا معاه يوفا برو لايسنس، فاتمنى ان هو اذا قدم الى النادي الاهلي يبقى في نوع من التعاون ما بين الاهلي واتحاد الكوره، ان هو يدي محاضرات للمدربين المصريين. ده نقطه يعني مهمه جدا. الراجل ده بيعتمد على 4-3-3 لا ليه الكاميرا جايباها انا ده هو لا الراجل ده قريب شويه لكارلوس كيروش في حته الناحيه الدفاعيه، لكن هو متطور عنه في الناحيه الهجوميه في جوانب تانية. الراجل دايما تعال نستعرض بعض الحالات، هو دايما الراجل بيعتمد على الخط الخلفي باربع لعيبه، دايما بيبني اللعب، ما عندوش حته اللونج بول من الخط الخلفي الا في بعض الاحيان. لو نمشي الصور انا عايزك تركز على رقم 5 ورقم 31 وازاي هم هيبداوا يتحولوا في الهجمه. لو نمشي نجيب الصوره اللي بعدها هتلاقي ان هو اكتر فكره بيحاول يحافظ عليها كريم ان هو يزق دايما اللعيبه الاظهره على اطراف الملعب. ممكن الصوره اللي بعدها اتفضل يا بالظبط. بيحاول بص دايما بيحاول يزق يعمل استريتش للملعب بعرض الملعب كله للعيبه الاظهره علشان يدخل في عمق الملعب او يدخل في الهاف سبيسز الفوروردز او الانسايدات. ودايما اهم لعيب عنده في المنظومه من المقاطع اللي انا شاهدتها هو اللعيب نمره 8 وهو بيدرينيو. بيدرينيو دايما هو اللي بينزل. لو تكمل برده الصوره اللي بعدها هتلاقي ان بيدرينيو دايما هو اللي بيعمل عمليه العزل. دايما بيعتمد على حاجه اسمها الاوفرليت الاوفرلود اند ايزوليشن، بيروح يجمع اللعب في منطقه المثلثات الهجوميه، ثم في الصوره اللي بعدها هتشوف ان هو بيحاول يغير اللعب للناحيه الثانيه عند اللعيب رقم 31 اللي بيجري اللي احنا كنا شايفينه الظهير المتاخر في الصوره الاولانيه. لو كمل برده هات الصور اللي بعدها نتكلم على افكار مشابهه ليه. هو دايما خط الثلاثي عنده فكره اللي هو بيلعبه دياجونال، الثلاثه فرشين الملعب بالقطر سواء اللعيب رقم 15 اللي هو اصلا لعيب نمره 6 واللعيب نمره 10 ده المفروض 8 على الدايره. يعني لو عايزين نبينها للناس الثلاثه دول يا جماعه حمدي فتحي اليو ديانج وعمرو السوليه، وعمرو السوليه هو رقم 10 اللي واقف هناك خالص. لو تكمل الصوره اللي بعدها برده تبين الفكره بشكل كبير. بالظبط هنا بتتخيل ان الموضوع بيقلب من ال 4-3-3 تقرب لل 4-2-3-1 31 اللي نازل تحت، ورقم 9 ده اللي هو المفروض نمبر 9 يعني رقم 29 لينو ونافارو السترايكر وموريو اللي هو الظهير الايمن او الجناح الايمن بيروح في الانسايد، وبتقلب الطريقه لل 4-2-3-1. عايزك تركز برده على الصوره اللي بعدها وتشوف لينو ازاي هيتحرك اوكي في الصوره اللي بعدها برضو. على فكره انت ممكن تشاركنا في اي وقت لو يعني انا باخد هنس كده على كام حاجه ولا ده برضو في عمليه الضغط المتوسط من الفرق المنافسه بشوف ان هو على طول بيحاول يخلق مساحه بين الخطوط يا كريم. اللعيب اللي في نص الملعب ما بين اثنين، يعني ممكن نرسم زي مربع او يعني مستطيل ما بين الاربع لعيبه بتوع الفريق المنافس لابسين ابيض، هتلاقي ان هو دايما بيحط لعيب في نص الملعب يستلم ما بين الخطوط ويفضي له مساحه كامله. وده بيعتمد على طبعا قوه لعيبه السنتر باكات في الخروج بالكوره. اهم عنصرين عنده هيكونوا اعتقد محمد عبد المنعم وبدر بانون، لان الراجل ده ما بيهزرش في الخروج بالكوره، فلازم الاثنين يخرجوا بالكوره بشكل مميز. الصوره اللي بعدها برده نتكلم عليها نفس الفكره. لو تفتكر دي اللقطه اللي كان بيعملها قوي منتخب الكوديفوار في بطوله افريقيا، كان دايما اللعيب الوينجر بيقوم نازل لتحت ساحب مع الظهير ويدخل مكانه في عمق الملعب او في الهاف سبيس اللعيب من نص الملعب، وده دايما الفكره اللي بيحاول الراجل يطبقها. خليني اوقفك هنا بس يا مروان على قصه ال 4-3-3 ولا 4-2-3-1. سواريز بيلعب 4-3-3 الواقفه في الملعب 4-3-3، لكن المواصفات الفيتشرز بتاعت اللعيبه اللي بتلعب في وسط الملعب مش هم حمدي ولا السوليه. لا انا هوقف هنا عشان اسمع عشان الناس ما تفهمش انه الراجل هيلعب بحمدي والسوليه وديانج في وسط الملعب خالص خالص. بدرينو ده لعيب بستايل كده قريب من احمد عبد القادر محمد مجدي قفشه، فهو علشان الناس تبقى فاهمه الوقفه في الملعب الاوفلايننج الشغل بتاع الثلاثه بتوع في وسط الملعب هيبقوا كانهم 4-3-3، لكن الراجل هيصطدم بايه لو هو المدرب، بس عشان الناس تاكد لو هو تم تاكيده كمدرب وجه اشتغل جوه النادي الاهلي بنفس السكواد الراجل هيصطدم بايه؟ نفس اللي اصطدم بيه كارلوس كيروش. ايه هو؟ مفيش تمانيات، انا عايز العب 4-3-3 بكواليتي معينه بلعيبه عندها القدره الزيادات اللي انت بتشرحها يا مروان دي الزيادات اللي بيعملها اللعيبه دي مش قادر تعملها. يعني هو لو بيتكلم على ديانج ما دي بقى النقطه اللي هتبان اكتر يا كريم في الناحيه الدفاعيه. تعال بقى اقول لك كمان حته قبل ما نروح للي بعدها. هو اصطدم ان السنتر باكس اللي عنده هم على فكره بما فيهم محمد عبد المنعم وبدر بانون هم افضل اللي موجودين في النادي الاهلي في خروج بالكوره، بس هو مش خروجهم بالكوره امتياز. ما هو بالمناسبه ما دي النقطه كريم اللي احنا قبل ما نرجع للنقط عايزين نتكلم فيها. هل الراجل ده هيتم الصبر عليه عشان ينفذ افكاره ولا الراجل هيجي يستجيب للضغوطات ويقول لك خلاص يا جماعه زي ما هي ماشيه؟ مش الصبر عليه لتنفيذ افكاره، هو الصبر عليه
التعامل فرديا مع لاعب لاعب، انه انت اصلا زي ما انت متفقين يطور لعيبه، محتاجين تطوير لعيبه. كمل. يعني انا بحاول ان انا افرد بس افكاره، يعني اللي بنشوفها دايما، بص دايما بيفضي عمليه برضو الاوفرلود والايزوليشن، الاوفرلود والايزوليشن في الناحيه الثانيه، الناحيه الفاضيه تماما. العمليه دي بتحتاج معدلات بدنيه رهيبه من اللعيبه. تعال نكمل برضو الصور اللي بعدها كلها برضو في نفس الافكار دي، فكره تانية عنده بيحاول يطبقها، هي فكره البنى بثلاث لعيبه في الخلف، الاعتماد على بيدرينيو واللعيب نمره 8. وانا اتفق مع محمد في فكره ان هو اللعيب 8 ده هو عندهم، خلينا نشبهها بلوكا مودريتش يا جماعه. هو مش اللعيب، مش كاسيميرو، مش رودري، هو لعيب اكثر منه التكنيكاليتي بتاعته عاليه، لان هتشوف في اللقطه دي بيدرينيو بيستلم الكوره، ده اللي هيعمل اللونج بول، فانت الاعتماد عليه لازم يكون اعتماد التكنيكال بتاعه عليه شويه. تعال نكمل الصوره اللي بعدها برضو. خلينا نقول بلعبه مصريه عشان الناس تبقى محمد مجدي قفش. قفش يعني مجدي يعني الستايل لعيب بيلعب بس تحت، اذا اتعلم يلعب 8 دي نقطه مهمه جدا. ما هو مشكله قفشه في 8 زي ما شرحنا هنا، البوكس تو بوكس او 8 ده عباره عن ايه؟ لعيب عنده واجبات دفاعيه ولعيب عنده واجبات هجوميه. نفس اللاعب قفشه ما عندوش مشكله في الواجبات الهجوميه خالص، قفشه مشكلته في الاوفلايننج وفي الواجبات الدفاعيه عنده مشاكل كتير. انت عندك لقطات ثانيه عشان عندي راي. لسه في لقطات ثانيه. دي لقطه بقى عارف يا جمال الفكره في ايه؟ النهارده كنت وانا بتفرج على ماتش اهلي بيراميدز، تحس كده ان احنا عندنا مشكله في الكواليتي بتاعه اللاعب المصري يا مروان بشكل عام. اللي هو ايه؟ احنا بنعرف ندافع كويس وبنعرف نهاجم كويس، بس حاجه منهم ما اعرفش اعمل الاثنين. طبعا ما تقوليش الاثنين، لان ده مرتبط بمعدلات بدنيه ومرتبط بوعي تكتيكي وحركه بدون كوره وبيلد اب، وانت محتاج بقى تعلمه كل حاجه، تفاصيل كتير، وده صعب جدا. فانت اديني واجب هعرف اعمله لك. عارف زي ما بيقولوا لنا كده، اديني واجب واحد اعرف اعمله منك كل حاجه، تطلبش مني واجبين اعملهم. فاكرين مسرحيه اللي هو العيال كبرت تقريبا ولا مدرسه اظبط الجاكيت، اطلب لي طلب واحد ما اقدرش ادي عطائين. ده واقعيا والله، عشان الناس كانت مستغربه يقول لك اصل كاشيو بيدافع بس ما عندوش كره هجوميه، مش عارفين نعمل الاثنين. يعني ده تاني برضو فكره اللي هو الثلاثه اللي بيقفوا على لاين واحد، وازاي الجناح بيدخل في عمق الملعب، قريبه شويه لتطبيق فريرا لما بيدخل زيزو في عمق الملعب عشان التسديدات. هنجري بقى في الصور عشان الوقت. تعالى نجري في الصور عشان اوريك برضو الناحيه الدفاعيه اللي انت اتكلمت عنها دي يا كريم، ان هو الراجل بيبالغ في الضغط العالي. اتفرج على الضغط العالي عامل ازاي. الهاي بريس، الهاي بريس ده بيعتمد على هاي لاين، فالهاي لاين ده بيعتمد، الكره دي مهمه جدا بالنسبه لي، لان الكره دي هتترد في قلب الملعب وتتقطع. عايزك تشوف في الصوره اللي بعدها الكاونتر بريسنج او الضغط المرتد اللي هيحصل. الكره اتقطعت هنا او حصل سكند بول، على طول السكند بول بتاعت لعيب جيل فينسنتي مع سواريز. كمل الصوره اللي بعدها هتلاقيه الراجل خد الكره وراح بترانزيشن على الجول. بس العكس بقى لو حصلت. انا بقى الراجل الابيض ده عدى، عشان نديله برده حقه في ثلاث صور بس فاضلين على ازاي هو بيواجه. ممكن نعدي الصور دي لقطه اللونج بول، ممكن نعدي الصور دي نروح على كمان اللي بعدها عشان الوقت. دي في عمليه برضو الضغط العالي، كل ده ده في عمليه اللو بلوك بقى او في الميد بلوك. الراجل برضو عنده التزام عشان ما نبالغش ان هو راجل بيضغط عليه بس، لا يعني مثلا في لسه صورتين ثلاثه في الاخر خلاص من 27. الوقفه هنا 4-2-3-1. ده اللي انا كنت بقول لك. لا هو ما بيقفش 4-2-3-1 خالص يا جماعه، هو 4-4-2. لا دي 4-2-3-4-2 دي لعب بيها ماتش بنفيكا بس. وخليني اقول لك انه لو عمل الكلام ده يبقى كارثه، لانه لا انا مش بقيم الكلام ده هيبقى صح. لا الكلام مش قصه انه ينفذه يعني. انا بتكلم الشكل بتاع الهاي بريس ايا كان هيطبقه ازاي بالشكل ده بالمعدلات دي. الراجل ده خد 7 السنه اللي فاتت. طبعا عشان انا عايش فاضل دي مع رايك ايه بقى يا جمال في انا رايي انه الامور هتبقى صعبه جدا على الصعيد النفسي. طبعا، وعلى صعيد السوشيال ميديا والضغط الجماهيري عليه يبقى صعب جدا. لا الراجل ده فنيا هيقدر يفرد. الراجل ده مطلوب منه، ما هو الضغط ده بياخدك للجزء الفني. الراجل ده مطلوب منه انه بالبلدي المكنه تطلع قماش بسرعه جدا جدا. الشغل ده عشان ينقله محتاج وقت. هل هتساعد الظروف واموره هتبقى على صعيد النتائج ماشيه بشكل جيد، فالراجل هيبقى عنده شيء من الهدوء داخل الفريق والاستقرار اللي ينجحه ان هو يطبق كل افكاره وهو بيكسب؟ هي دي المعادله الصعبه. صحيح. اللي ننتظر ان هي تبقى موجوده، والمؤكد انه جاي والفريق في وضع شبه مستقر على صعيد النتائج والنقاط. وصل سيمي فاينل كاس مصر، عنده فرص اكبر من بتروجيت، وارد يوصل فاينل. الكاس الجديد لسه بيبدا، الدوري هو عنده فارق نظري متصدره للدوري اذا كسب المؤجلات، فهو في حاله جيده. فمطلوب منه انه يحافظ على المومنتم ده ويبتدي يطور جوه الفرقه. مروان هينجح الراجل؟ متحمس له جدا. متحمس.